هاي جايز، انا حيدر واليوم راح احكي لكم عن عطر كريد افنتس. يعتبر افنتس من اغلى واشهر مجموعة كريد، ومثل ما تشوفون الباكجنج بسيط جدا وراقب كل الاحوال. تتميز مجموعة كريد دائما بالتاج الملكي لانها بالاساس مستوحاة من شخصية الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث. وبما انه احنا في فصل الصيف حاليا، يعتبر كريد افنتس من اكثر العطور رواجا. يتكون الافنتس او ريحته مستوحاة من الاناناس، الخوخ وخشب الباتولي، وطبعا لمسة صغيرة من المسك والعنبر. بما انه العطر مشهور كثير، فاذا غالي كثير. الخمسين مل راح نلاقيها بتقريبا 180 جنيه استرليني، والمئة مل 370. جبت لكم ثلاث عطور أرخص وريحتها قريبة كثير لكريد افنتس: الحرمين، الرصاصي، وأرماف كلوب دنوي انتنس. أول واحد راح أبدي به الحرمين. رخيص، تلاقيه بين 30 إلى 35 جنيه استرليني. قريب كثير العطر، بدايته جدا قريبة، مشكلته الوحيدة الثبات مالته ما يطول أكثر من 3 ساعات. ثاني عطر جبته الرصاصي 9325، أقرب أغلى، مشكلته الوحيدة 50 مل ب 30 باوند إذا تقارنه بالبقية، بس برأيي أني هذا 5 ساعات ممكن يطول عليك. ثالث عطر كلوب دنوي انتنس، خلصته قريب كثير للكريد افنتس، 105 مل تلاقيها بين ال 35 باوند الى 40 جنيه استرليني تقريبا، يقدر يبقى وياك 7 ساعات. هذا كل شيء بالنسبه لليوم. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس، واكتبوا لي بالتعليق شو العطر اللي حابين اعمل عليه ريفيو. مع السلامه.